تبقى كمان ما ننسى منذكر دايما انه الالتفاتة لخينا الانسان هي ضرورية على مدار السنة على 365 يوم، واكتر واكتر بتكتر يمكن ومنحس بخينا الانسان وبحاجة الاخر بفترة الاعياد، فترة الميلاد، فترة كل المناسبات يلي بنمرق فيها، لانه صح لازم نحن نكون مبسوطين، وصح لازم نسرح دمعة عن خد حدا من اخواننا بالانسانية. مش غلط الالتفاتة من كلنا اللي رح نخبر عنها هلا، اللي هي بالفعل رح يكون في بوكس يوصلكن على بيتكن، وهذا البوكس ريعه بعود يعني مبلغ منه لا حدا محتاج لجمعية او لمؤسسة. خلينا نروح نشوف هالتي في سي قبل ما صبح بالخير ضيفتي ماريال خياط مؤسسة مشروع كلنا. Yeah, I'm originally Lebanese. C'est d'origine libanais. Le Liban me manque énormément, oui. The smell of gardenia. Le عالم على الطريق وليك هاي. هذا اكثر شيء بشتغله بعدين. My tata's garden. للدرجة. للعيد. لعائلتي. روشة حمراء شارع لبنان. كثير بحب بيروت، يعني بيروت والزمامير والعالم والعجقة وال يا لندا سيرفيس. كوسة، كوسة محشة. Les odeurs. زعتر. زعتر. There are many things that us Lebanese expats miss about home. To me, it's the smell of Yasmin in my childhood house. I'm Marielle, founder of Kuluna. At Kuluna, we want to link all of us Lebanon lovers, no matter where we are, to the country. And we want to create a channel to be able to contribute to the country's development from afar. بس إنو كيف؟ كتير هينة. Every month, you get your Kuluna box delivered to your doorstep with a bundle of items made in Lebanon and shipped with love all the way from there. ما بتبعتي لنا زعتر على البيت يعني؟ It's much more than زعتر. It's everything you miss. Basically, it's books, decorative items, food, with a booklet explaining everything that's in the box. And every month, you will receive a box with a different Lebanese theme. For example, here we have the coffee box. So we have the Lebanese coffee that your grandma uses, the rekwe to make the coffee, the orange blossom to make the delicious white coffee, the booklet, some goodies, and our traditional Lebanese cups. Tahtin, but that's not all. With every box, you will discover a positive Lebanese initiative that has an impact on the country, to which a part of your subscription was donated. So basically, all of us expats are collectively helping the country move forward. How cool is that? روعة. Hala, we need you to join the journey to be able to make Kuluna happen. You can contribute by pre-ordering your Kuluna boxes and get awesome perks and exclusive rewards. Your contributions will allow us to ship everything from Lebanon, pack them all, and get them to your doorstep as soon as possible. And if you can't afford to contribute, share the page, like it, talk about it around you. This will really help us get the project going and really make Kuluna happen. Yalla. 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 كلنا للوطن للعلا للعلم. Thank you. يعني ماريال اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. برافو، الفكره كثير عظيمه. يعني بنرجع للسلوغان يلي دائما بنحكي عنه، انه بتحب لبنان شجع صناعته. هيدي اول شغله بنقول لك اياها، برافو، انه لازم نشجع الصناعه اللبنانيه. انا بتمنى من كل المغتربين، يعني في عندنا 10 مليون لبناني واكثر، وحتى من غير اللبنانيين اللي بحبوا كمان تكون الصناعه اللبنانيه، فيهم يطلبوا هالبوكس يلي رح تكون موجوده. هلا صار في عندنا اكثر من 500 طلب موجودين، انتم كمان فيكم تزيدوا، لانه الريع رح بيعود هلا بنعرف اكثر واكثر لجمع مجموعه من المؤسسات والجمعيات. ماريال، كيف طلعت الفكره معك؟ اي متى طلعت وكيف بلشت تاخذي الاوردرز؟ يعني هيك خبرينا شوي الانطلاقه كيف كانت. اكيد. فانا صار لي مغتربه من لبنان شي 7 سنين. نعم. بشتاق، يعني عندي علاقه مع لبنان هيك شوق عن جد، اهلي بعدهم هون، يعني بشتاق كثير انا وبرا. وبضل عندي افكار شركة، كانوا بتفتح شركه هيك هيك هيك، وكل الشركة كل الافكار خاصهم بلبنان، خاصهم بانه بدي ساعد لبنان وهيك، بس ضلني محرقصه لانه ساكنه برا مش عم بقدر اعملهم وبعيده عن لبنان وهيك. فقررت اعمل شيء تقدر ساعد كل العالم يلي ساكنين برا يقدروا يساعدوا. كل العالم يلي مشتاقين يوصل لهم شيء من لبنان كل شهر، هيك روايح طعمه مثلا نشتاق له وهيك. رح تنوع يعني، مش نفس البوكس اللي شفناه هلا. لا خلص، هيدا البوكس ما رح ترجع. كل شهر في موضوع معين، موضوع مختلف كل شهر خاصه بلبنان،
وكل شيء يلي بالعلبة معمول بلبنان وخصه بالموضوع، مثلا كتاب مع صابون بلدي مع شيء من المونة، يعني 4 أو 5 منتوجات لبنانية بقلب البوكس خاصة بالموضوع. نعم. تكون كمان عم تتعلم قصص عن هالموضوع، يعني بيصل لك خبريات ليه منعمل هيك وقصص هيك. فقررت أعمل هالفكرة، عملت تست صغير بعتت لأصحابي هيك علبة عملتها بالبيت أنا ومشي حالة، وحسيت أنه في يعني العالم عن جد عم بي عبالهم يطلعنهم هيك علبة وعبالهم يساعدوا مش عم بيعرفوا كيف من بعيد. نعم. وبلشت شوي شوي أعمل تست، أجا كبر عملت الفيسبوك بيج، عملت الويب سايت، وفاتوا معي شركائي هلأ صاروا يعني باسكال وجوزيف، صرنا 3 هلأ بالفريق، بلشوا يساعدوني بالفكرة. ونحن يعني عملنا اللونش تبع كلنا من شي شهرين. نعم. العالم كان فيهم يشتروا قبل بوقت علبة أونلاين. نعم. بس بسعر أرخص. نعم. تنشوف وين في عالم أكتر شيء مهتمين بالفكرة، هل العالم عن جد مستعدين يدفعوا لهيك شيء. وطلعنا مثل ما كنت عم تقول أكتر من 500 طلبيات وبكل العالم، يعني عنا من أمريكا، من أستراليا، من فرنسا، من لبنان حتى في يعني هي رح تنبعت من لبنان. نعم. وحتى إذا أنت ساكن بلبنان مثلا عندك معك حدا من عائلتك أو أصحابك مغترب حابب تهديه، فيك تهديه تقول له مثلا أنا عم بهديك 3 أشهر من لبنان لعندك على البيت محل ما كنت. نعم. يعني شغلة كتير. كيف نتصل فيكم؟ كيف التواصل معكم؟ فيكم أونلاين، كله أونلاين. نعم. كلنا منذكر إنه كلنا KOULLOUNA على فيسبوك فيكم تلاقونا. نعم. ومن فيسبوك اكشلي فيكم تروحوا على تعرفوا وين تشتروا، تروحوا على الويب سايت، يعني فيسبوك احسن شيء يعني تروحوا عليه. نعم. كلنا. انت رح تكوني متواجده بلبنان ولا رح تضلك كمان مغتربه؟ نص نص. هونيك وهون. هل حلو انه رح يصير لازم اجي على لبنان كرمال الشغل. شفنا قدامنا هلا البوكس المحضر للشهر يلي صارت عليه الطلبيات. ايه؟ اللي هو رح يبلش بمارتش يتوزع. ايه مارتش. هي لا هيدي البوكس بروتوتايب انبعتت يعني عالم اشتروها، بس كان يعني بس عم نعمل تيست. نعم. تبع مارتش ابريل التام يعني الموضوع تبع العلبة سربرايز. نعم. يعني بيسألك علبة مسكرة على البيت ما بتعرف شو في بقلبها، بتفتحها ورح تكتشف كل شيء، رح تكتشف التام، رح تكتشف المنتوجات اللي بقلبها، يعني عم تعمل هدية لحالك. نعم. وهيك تتفاجأ وهيك يعني هيدا الفكرة. طبعا عم تتعاملي مع أشخاص عن جد تكون يعني بضاعة بلدية لبنانية. ايه؟ قروية 100%. عندك بلدية لبنانية وعندك entrepreneurs مثلا شباب مثلي عم بيبلشوا شركة صغيرة مش ضروري أكل بس. نعم. مثلا عم بيعمل مثلا ما بعرف براند عن بنفس الوقت عم بتشجعيهم. عم نشجعهم يعني. بدنا نحكي عنهم لأنه في كتير عالم بلبنان عم بيعملوا قصص بس ما عم بنعرف فيهم نحن. نعم. أنا مثلا برا ما عندي وقت روح فتش وأعرف عن كل شيء عم بيصير منيح بلبنان، بيصير لي بس الأخبار البشعة. نعم. فبدي هيدا العلبة كمان تكون رسالة وتكون عم بتشجع كل العالم يلي بلبنان. نعم. عم بيعملوا قصص. طيب هيدا الشيء حكينا عن البوكس اللي رح يوصل للعالم، ولكن من بعد ما ينباع للعالم كل شهر عندك رسالة أو هدف توصل إلى جمعية أو مؤسسة تقدر تساهمي بمساعدتها ولو بمبلغ اللي هو حسب أداء منباع. يعني أداء بيهن بيشتروا أداء في مساعدة تكون أكبر. 10% من سعر كل بوكس عم. نعم. بيروح لجمعية أو مؤسسة خيرية لبنانية. نعم. ونحن عم نقي واحدة كل شهر مختلفة ورح نقيهم يعني مش ما خصهم بالسياسة وما خصهم بالدين، يعني بدنا شيء عن جد بس عم بيعمل منيح للبلد. نعم. وكل شهر كمان رح نحكي عن هالمؤسسة شو عم تعمل كيف قدرنا نساعدها. يعني انت اذا مثلا اشتريت بوكس و10% راح لهالمؤسسة، بعد شي جمعتين من ما توصل لك العلبة رح يوصل لك ميل من هالمؤسسة عم بتقول لك مرسي من thanks to كلنا قدرنا نشتري هيك شيء، قدرنا نساعد هالقد عالم. نعم. يعني انت بتكون من بعيد كل شهر عم بتشوف كيف عم تقدر تساعد لبنان. نعم. وكان يعني نحن هيدا المبدأ، يعني نحن كن بدنا هو البروجكت سوشيال قبل كل شيء، قبل ما يكون تجاري، قبل ما يكون شو ما كان سوشيال. نعم. يعني أنا بتمنى أنه تنتشروا أكتر وأكتر على كل بلدان، والتي في سي كتير حلو اللي حطيته، بس بدنا شيء بعد مقتضب أكتر. ايه؟ ليوصل بشكل أسرع على السوشيال ميديا لكل العالم تشوفه وتقدر تشارك وتساهم، لأنه فيها مثل ما عم بتقولي عدة أهداف مش هدف واحد. ايه 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 اللي هو أنه نشجع الصناعة اللبنانية، نشجع المونة اللبنانية، نشجع الشباب اللبناني اللي فتحوا مشاريع صغيرة مثل ما عم بتقولي، ونقدر نساعد بعض المؤسسات والجمعيات من خلال هالبوكسز يلي عم بياخدوها. واللبنانيين منهم هينين خارج لبنان، يعني الله يرد لنا بالسلامة ويضلوا يزوروا لبنان، أكثر من 10 مليون من مختلف أنحاء العالم، وحتى اللبنانيين الموجودين هون فيكن تشاركوا كمان، تبعتوا هدايا لغيركم لو أنتم حاصلين على الغراض تقولوا قراب منا فيكن تبعتون ككادو. Thank you.
Thank you. Merci. Good luck, Mariam. Thank you very much. لكل مشاهدين احنا وياكم بنكمل عالم الصباح. راح كمان شاف شاف ماشي حالك مقلع مقلع. طيب نشوف الكيك الفوري بلون. هيدا فوري بلون. الفوري بلون كيف مكفى؟ لانه فيكن تعملوه ليلة راس السنة وتبلشوا سندكن بيضة بامتياز. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. وسؤالي، هل عندكن القدرة انكم تختاروا الشخص المناسب اللي بيوقف حدكم بال 2018 وتغارب له العالم يلي بتجيب لكم النيجاتيف فايبس؟ عندك القدره شيف؟ انا اخترت الشخص المناسب. لا عم بحكي لاصحاب هلا. خلصنا هلا. اخترت الشخص المناسب وتجوزت، ما عرفك مغروم. ابو علي؟ لا عم لك اخترت الشخص المناسب. مين؟ غير مرتي. مين؟ انت. يا حبيب قلبي يا شيف، يا حبيب قلبي، دائما 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 بالارض بجيبني، يعني ما عم بتخجلني. تفضل شيف. صباح الخير من جديد للمشاهدين. فخذ الغنم بالفرن، الكيك جنواز كمان قدامنا، قالب كيك فرنوار محشي بالفواكه الطازة. طبعا أنا وقفت لحتى كفي تزيين هالقالب أنا وياه. وصلت لمرحلة بدي سكره عن ديره. طيب لكن بستعين، خلينا نبلش. مثل ما عم بتشوفوا بزينه او بسكره عن الطرف بهالشكل. طبعا هون رح انا احشيه او رح زينه كمان عن الدير ايضا مشاهدينا بالفستق الحلبي. طبعا عندي فستق حلبي طحنتهم، صاروا جاهزين عندي الفستقات لحتى زين هالقالب. عندي الكريمة، هيدي كريم فريش نباتي، خفقت الكريم فريش نباتي طبعا لحتى صار عندي الكريمة. عجينة الجنواز 300 جرام سكر، 300 جرام طحين، 10 بيضات، رشة فانيل، طبعا برش حامض. خفقت البيض بالأول وضفت مع البيض السكر وأيضا الفانيل لحتى رفخ البيض. عندي ضليتني أخفقهم حوالي تقريبا 10 دقايق رفخ البيض. بعد ما رفخ البيض نحن هون مشاهدينا طفيت الخفاقة الكهربائية وضفت الطحين، بس هون الطحين ضفتهم وحركت الطحين بمعلقة خشبية. ليه حركت الطحين بمعلقة خشبية؟ طبعا لحتى القالب أو لحتى الخليط ما يدخل عليه هواء. لهالسبب بخلطهم بمعلقة خشبية وبضيف الطحين تدريجيا، ما بضيفهم طبعا فرد مرة. لكن هون في عندي القالب مثل ما عم نشوف، كمان عندي الوجه بهالشكل، لكن صار عندي الطراف وعندي الوجه ايضا كريمة. هلا رح نزينه على الوجه بالفواكه وايضا عن الطراف بالفستق الحلبي. مثل ما عم نشوف نحن مشاهدينا القالب كمان بستعين بالكريمة. اوكي هلا بيجي انا وياكم. طبعا هون في عندي الطراف، بلش سكر عن الطراف ايضا بهالشكل. اوكي عم نشوف كيف عم نملسه، لكن عم بملس القالب بهالشكل مع السطح، سطح القالب والطراف. خليني بس فرجيكم، برجع انا لنخلص وقتنا، خليني فرجيكم كيف رح اعمل. بكمش القالب بهالشكل وعندي الفستق الحلبي، بكمش الفستق الحلبي اوكي بهالشكل، بصير اعمل فستق الحلبي. بس انا رح كفي مشاهدينا بالقالب، رح ملسه. طبعا بعد ما ملسه بضل في عندي الفواكه، رح احط الفواكه على الوجه انا وياكم باخر فقره. عندي هون خلينا نحكي عن باقي وصفاتنا، خلينا نشوف الرزات. لكن مشاهدينا خلينا نشوف الرزات قبل ما يخلص وقتنا. عندي الرز قليت بصله، قليت لحمه خشنه، حطيت من البهارات طبعا قرفه مع بهار حلو، حطيت كمان حب هيل ورق غار. اخذنا نكهه رائعه على الرز. هلا هون بقول لك للمشاهدين انتم اذا بتحبوا
هالرز يكون دسم شوي، لأن نحن مقدمينه مع فخد غنم محمر. فيني جيب أنا من دهن الفخد اللي فيه البصل والثوم، لكن مشاهدينا هول أطباقنا رح أخبركم عنهم بعد شوي بآخر فكرتين بالتفصيل. هلأ بالعودة لك جوزيف. العين عنك، يخزي العين عنك على نفس النفس ما بتوقف. طيب خي شو دواك بال 2018؟ حب. حب؟ خي حب إذا بالحب. منبلش السنة بحب، مش غلط يا أستاذ، نحن عطول عايشين حالة حب. طبعا أنا بدي صحيح مش فوري بلانش، مش بلان، فوري بلانش، إن فوري بالفرنسية بيقولوا. وهيك؟ هيك وزيادة فوري بلانش. طيب نحن وياكم مكملين عالم صباح، بعد البريك رح نحكي عن شيء كتير مهضوم، يعني الأم وبنتها وبنتها، يعني الست ما بعرف إذا بنقول لها ست لأنه اسمها عليها بعدها صبية، بس إنه الست وبنتها وحفيدتها، شو عملوا؟ شو المشروع اللي عملوه؟ كتير مهضوم.